قام وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن برفقة محافظ شمال سيناء خالد مجاور بجولة بمحافظة شمال سيناء، حيث استعرض الجانبان الجهود التي تبذلها المحافظة في استقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية والمقدمة لقطاع غزة. هذا وقد أعرب راسموسن عن تقديره الكبير للجهود المصرية المبذولة في احتواء الموقف الإنساني في قطاع غزة، مشيدا بالدور المصري في إيصال هذه المساعدات والعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين. جمهورية مصر العربية بتعمل على المستوى السياسي، بتعمل على المستوى الاقتصادي، وبتعمل على المستوى العملي. احنا كسلطة تنفيذية محافظة شمال سيناء بنعمل في الشق العملي عن طريق الهلال الأحمر. يعني حقيقة الموضوع يعني منظم جدا، هناك سيناريو لكل شيء، بنضع كل الاحتمالات، جاهزين لتنفيذ أي تعليمات تصدر لنا من القيادة السياسية بشأن تنظيم المساعدات، جاهزين لاستقبال أي أعداد من قطاع غزة بالنسبة للجرحى.